لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كتعاودوا؟ كل شيء بخير؟ غبرت عليكم الصراحه هاد اليامات، مشطونه شي شويه، عندي شي شويه من الدار. والصراحه اليوم غير بالصدفه انني غادي ندير هذا الفيديو هذا. اتصل بيا ولدي وبغات جاكيطه، بغات جاكيطه ديال البرد تكون شويه سخونه. وانني ديجا كاينين هنايا دار صاحبتي غادي يهبطوا، فقلت هما حدانا هابطين لهم نغتال مع الفرصه هذه يهبطوا لي معهم الجاكيطه، وقلت نمشي نديكم نصور لكم. ما عرفتش الصراحه منين غادي ناخذها، غنشوف يا اما كوتون يا اما كوليزيون ولا شي حاجه في حركه. المهم انا غادي نشارك معكم لا بروموسيون اللي كاينه اليوم في حويجات ديال الدراري الصغار، وغادي ناخذ جاكيطه ولا لقيت شي حاجه زوينه بيان سور غادي نصورها لكم. وبقاو معايا ما تزافيوش. هادو في الطريق عندهم هاد لي ساندويتش، هادو كيبيعو لي كرواسون زعما و داكشي. لقيت عندهم هاد لي ساندويتش هادو، شوفو الخبز فيه الزريعة 8 ديال الليرات، صراحة زوينين هادو. ديجا كناخد من عندهم بحال هكا بعد الخطرات شي حاجة للصباح الفطور، خديتو اون بوغتيه بقا غدا و كناكل. شوف كاسكيط حدا الشاعر مصابوش شعري، دير هكا كاسكيط. تحية لأي وحدة واحد بحالي ديما تياكلو بالزربة، ماشي تياكلو بالزربة الصراحة. أنا ماكلتش ثقيلة في الدار زعما، ديما غاديين بالسمقة و مزربانين كياكلو و تيشربو و كيديرو كلشي هما غاديين.
المهم انا دابا غادي معروضه وكيف فيا الجوع، قلت ناكل ساندويتش غدا معروضه نمشي لصاحبتي نشرب الحريره الحريره المغربيه. المهم بقاو معايا ما تزابيوش، بصقات فيا هاد الكلمه هادي ديال ما تزابيوش باش نوريكم شنو الجاكيطه اللي خسرت في الاخر، وواحد اللعيبه واحد الجاكيطه اخرى سبورت هي خديتها ليه، خديت انا واحد لي اكسسوار صغيرين عجبوني. شوفوا معايا الحريره ديال ماما صاحبتي، ها خديت هاد الزواهك، شوفوا زعما راه مزيان خبيش عليكم. يلا بقاو معايا. كاين هذا حليب ديال صابون الحماره، كاين هذا ما عرف ديال الافعى ما عرفتش داكشي، المهم شي حاجه جديده ما عرفتهاش. ها هو هذا حليب الماعز، هذا حليب الابل. المهم هادو راه كاين انواع بزاف، كاين الصابون ديال القرفه، ديال القرفه، ديال النعناع، ديال الورد، ديال الزهر، ديال الخزامه. شفتوا جميع الانواع، وشوفوا هنايا راه كاين حتى هذا الطبيعي، ها هو 100% هذا ديال الماعز، هو هذا، وهذا يمكن هو هذا ديال فينو ديال الحماره. ها هو، ها هي ها الغزاله الفنه، ها هو الصابون ديالها. هذا طبيعي الا بغيتو تشريوه بحال هكذا، بال كيتباع هكا كيتقطع ولا كيتباعو هكا دي مورسو. المهم هانتوما هذا المحل هذا راه فيه كلشي، هادشي ديال الفيتامينات، ها هو باش تسولي على داكشي ديالك الفيتامينات والاعشاب والموارد وزيت الزيتون. المهم راه عنده كلشي، هانتوما هاد المحل هنا عنده العطيه، عنده الاعشاب، عنده البرارد، المهم عنده اي حاجه تقدروا تحتاجوها، عنده حتى لي شامبوان ناتوريل، هما لي شامبوان طبيعيين حتى هما كاينين، الزيوت الطبيعيه والاعشاب. ومن كما قلت لكم شوفوا من بعد غادي ندير لكم موضوع طويل على هاد الصابونه هادي، والله العظيم الا دخلت البارح شحال وانا كنقرا عليها. المهم هانتوما هي كاينه 12 ليره، راه ما غالياش، راه جا في عثمان بي ملي كتنزلوا من المترو، ولا قريب لكم نتوما شي عطار حاولوا تسولوه. ها نتوما هادو اللي كتلقاو لهم تما اشاره تما زوينه، هاد الماركه هادي راه كيوصلوها الشركه حتى للدار، ها هو كاينه هي هنا عند العطار، كاينه لا لويفيرا، كاين جميع الاشياء الطبيعيه. نتوما ها لي اكسسوار اللي خديت، بصراحه صاحبتي الدو ما واضحش بزاف، المهم زوينين هادو، راه سبق ليا كنت خديتهم شحال هادي، والمشكل اللي وقع ليا مشات ليا وحده وبقات ليا وحده وباقيين عاجبيني، خديت بحالهم. المهم خديت هادو ب35 من كوتون، وخديت هادو حتى هما نيت من كوتون ب34، زوينين هادو راه بصراحه غير ما كيبانوش هنايا، من بعد في الطون الا كنت لابسه ونشاركهم معاكم. النحاسيين هادو كيجيو 4، خديت هادو لارج زوينه هاد البيرل هادي، في الصراحه في واحد اللون غزال في الصراحه، غير سمحوا لي هنا الضو كيما قلت لكم ما كيبينش مزيان. المهم هادو ب29، جوج ديال الخواتم. صافي خديت الزواق اللي وليتكم اللي لابسه، نسيت كاع ما كنت نصور عليكم، جبدت انايا قالت كنصاوبها في رجليا. المهم هادو كيجيو خلاخلاتي اما في اليد كيديرهم في يدي، انا كيعجبوني في الرجلين، كيجيو هاد الخيوط بحال هكا وهاد العقيقات وكيجيو سنيزلات. المهم هادو خديتهم ب11 ليره، قلت لكم تلبسه دابا اللي خديت عجبوني بزاف، دايم بحال ستي ديال فيرزاتشي. المهم خديتهم ب25 ليره. هانتوما خديت هاد الجاكيطه هادي، خديت له هادي، صراحه هادي راه ما خديتهاش باش الدراري الصغار، راه خديتها مع الكبار اكس مول. هانتوما زوينه فيها هاد القب هذا، كتجي بحال هكا، فيها هنايا هادو، فيها واحد اللعيبه هادي كتطلع بحال هكا، فيها الجويبات من هنايا، فيها لاستيك من هنايا. الدراري كيعجبهم هاد الستيل هادي، صراحه انايا كيعجبوني، صرا كنشري بحالهم. المهم هادي دايره 135 من دي فاكتو. هانتوما ها هي الجاكيطه اللي خديت ليه، راه كتجي طويله تقريبا قريبه للركبه، قريبه شي شويه للركبه. انا غادي نوريكم، شوفوا هنا بحال شعلة الضو زوينه، فيها هذه هنايا في الجنيف والتبطين ديالها، ها هو شفتوا فيها الصدايف والسنيسلات،
نحاول نحلها. في السلسلة ديالها غليظة هانتوما من الداخل مبطنة عرفتي غليظة ولتحت فيها هذا في اللور كتجي زوينة فيها هاد الفتيحات بحال هكا هانتوما عرفتي راه غليظة في الصراحة. المهم هادي دايرة بميتين و 22 فاسلسة قول 230 خديت له 13 عام بلوس يعني راه بيع من 3 سنين وانتوما طالعين حتى لكثر من 13 عام صراحة سخيخنا وزوينة كتبان حتى في الديكور ديالها زعما زوينة صافي فيها جويبات. جيت نشرب الحريرة ديالي اللي قلت لكم. المهم سير الفيديو الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وما تنساوش تشتركوا في القناة.